السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله أعزائي المتابعين في الحلقة الثالثة من لعبة بلانت كرافتر. هذه نحن لو وصلنا 8% السماء الزرقاء، وصلنا 8% لازم الكوكب هذا نحوله إلى كوكب أخضر أزرق نقدر نعيش عليه. تمام، خليه بس نحط الاشياء. اوه اقدر اجيب حفار ثاني وانا ما حطيته. تمام، على طول نحن نشتغل زي ما انتم عارفين. نبغى نحن عشان نحول هنا يجي عشان انطفت الكهرباء كالعاده. لا ما في مشكله، لا تخافوا. عندنا هنا كهرباء، طاقه شمسيه، وخلي الضغط يزيد عشان نقدر نحول الكوكب الى كوكب اخضر او ازرق. لازم نزود الضغط، ولازم نزود الاكسجين، ولازم نخلي الجو حار لانه الجو بارد زي الثلج هنا. فخلينا نشتغل هذا العداد يكون، شوف هذا الاكسجين وهذا الحراره وهذا الضغط، كل ما يزيدوا يزيد عندي هذا الشيء. شوفوا 15000. طيب عشان تنفتح عندي الاشياء، تنفتح عند الريسبيز. ايوه اشتغلوا. ايش اللي ناقص؟ والله كل هذا ماشي تمام، في الضغط ماشي فيه، بس الحراره والاكسجين وهذا انا متاخر شويه. الحمد لله انفتحت لنا الثالثه، نحن عندنا الشرطه الثالثه شغالين عليها. ممتاز ممتاز ممتاز. طيب خلينا نشغل النباتات شويه، النباتات الاكسجين. شوفوا احس الاكسجين متاخرين فيه شويه، يعني عندنا بس 2 ابجريد، وحتى الهيت والله. اوه انفتح لنا شيء حلو. ايوه هذا بيكن لما يجي. طيب شوف يبغى المنيوم، ما في مشكلة. وهذا ايش يبغالنا؟ طيب هذا خلي شوية، انا ابغى اجيب يا اكسجين يا حرارة. اريديوم ما عندي اريديوم. شوف الدنيا كيف اريديوم ما في شيء. لازم نروح نجيب، وبعدين فبرك ما في. طيب خلينا نروح للمكان. قبل ما نروح لازم نسوي اكسجين، لازم نسوي اكسجين. ما عندنا كوبلت، لازم نجيب كوبلت عشان نقدر نسوي اكسجين، عشان نقدر نمشي ونحن مرتاحين. طيب جمع الفاضي. ايوه جمع اشياء قبل. 2 كوبلت، نسوي لنا 1 اكسجين. انا في العاده احب امشي ومعايا 2 علبتين اكسجين، وناخذ ثلج عشان نسوي مويه. المويه مره مهمه. واحده قاروره بس مويه تكفي بالراحه يعني. حلو. اوه الطاقة الشمسية الثانية، والله يبغالي ابنيها هذه. شوفوا ايش تحتاج. اوه شوفوا الالمنيوم، سيليكون. اديني سيليكون يا حبيبي، اديني سيليكون. ولا تزعلني منكم ولا ازعل منكم ولا تزعلوا مني. سيليكون، فين السيليكون؟ لما تبغاه ما تحصله. شفتوا قلت لكم اللعبة هذه اي شيء ابغاه ما حصله. وبعدين انا ما سويت السرعه. الف شيء وشيء ابغى اسويه، والله ابغى اسوي الف شيء وشيء. لا حول ولا قوه الا بالله. هاي شوفوا من اول ابغى سيليكون ما في، امتلت الشنطه وما حصلت واحد سيليكون. يا سلام، واحد سيليكون ما في. طيب خلينا نرجع عشان الاكسجين، شايفينه كيف بينزل علي. ولا واحد سيليكون هنا مدسوس. ولا في اخذت حديد، ما حتى حديد ما في. يا سلام علي. خش 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 قبل ما ننحرق. اوه اكسجين لو. اوه طيب ايش كنت بقول؟ ابغى اسوي السرعه، حق السرعه 2 الالمنيوم. ما عندي فبرك عشان كذا ما سويتها. البوصله، المايننج سبيد عشان نسبه، ما عندي سيليكون. ايش اسوي؟ شوف حتى هذه امتلت الاشياء، امتلت. لا حول ولا قوة الا بالله. خليني اسوي 2 اكسجين دحين، 2 اكسجين وواحد مويه. طيب واظن لازم نسوي صندوق، حتى حديد ما عندي اقدر اسوي صندوق حتى الا فيه. والله فيه. ايوه لا حط. هذه الصناديق انا ما معترف فيها بصراحه، انا بس ابغى احطها كذا مؤقت. شايفين كيف الحوسه؟ ما اقدر. طيب اسوي هذا، يبغى سيليكون. شوفوا لا حول ولا قوه الا بالله، لازم ننزل نجيب سيليكون. هنا تحت في سيليكون اكيد. شويه سيليكون مع شويه حديد. كوبلت مو مره يعني مهم في الطاقه، لكن شوف قديش الكوبلت. سيليكون شفت
حلو حلو. هذا تيتانيوم عندي كثير، عندي لا يجيب تيتانيوم، خلاص كفي تيتانيوم. الله شوف الكوكب حق لينا. انا عارف المنكح اللي بيمنكحونا اياه، يبغوا يغرقونا، يبغوني ابني تحت عشان تنغرق القاعدة حقتي كلها. عارفهم، عارف حركاتهم. اوه اكسجين تاير 3، تاير 3 انفتح معايا. يو شوف ايش الشنطة هذه، صح خلينا ناخذ الشنطة. ايش فيها، ايش فيها اشياء؟ يا سلام، حلو 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 حلو. يلا ناخذها وناخذ اللي فيها. طيب خليني بس اروح هنا عشان الاكسجين امتلت عندي الشنطة، امتلت. حديد 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 حديد، ويا قلبي لا تحزن، يا قلب لا تحزن، هات حديد، كثر كثر حديد. طيب نرجع عندنا هنا في ال، نعبي اكسجين. هنا ما في شيء والله، في 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 سيليكون، في سيليكون عندي، تيتانيوم كثير، خذ سيليكون. وعندي واحدة موية، نشرب الموية اللي هنا. طيب ونطلع على قاعدتنا فوق، نسوي الستلايت حقنا ابو دور. دحين فتح عندنا الستلايت الثاني، هذا الستلايت ابو واحد ما يخارج صار، فعندنا ستلايت ابو اثنين. حتى القاعدة والله مكبرة شوية، بس لازم نروح نكتشف، والله عندنا الف شغلة وشغلة. طيب خلينا بس نطلع فوق شوية. الساتلايت الحين هذا، بقينا نروح نجيب الكوبالت ونجيب الالمنيوم. الالمنيوم شوفوا، ارمي كل شيء عندك وخذه، صح اليورانيوم والريديوم قوي، بس الالمنيوم ضروري جدا جدا جدا، اكتشفت من اللعبة اللي فاتت انه مرة ضروري. طيب فين راحت؟ اخذنا، لا نحن حطيناها في الصندوق هذا. حلو، اوه كيف كذا كيف كذا كيف نرمي عاد في الارض، نرمي في الارض عشان نسوي ونجي ناخذها. حلو كوبلت، خلاص ايش باقي؟ الومنيوم، اعطينا الومنيوم، ممتاز. نروح نبنيها، جايكم جايكم، لا لا تخافوا لا تخافي لا تخافي، نحن رجال المطافي. جيب طاقة يا عبي، طاقة، لا تشتكي لي بعدين، لا تشتكي لي، حطيت لكم طاقة قديش كبرى. حلو ناخذ البضاعة حقتنا، خلينا نكبر القاعدة بصراحة. هذا ما اقدر اشيلها هنا، حطها ورا، خلينا اكبر القاعدة. ايوه حلو، واحدة ثانية هنا كمان، يا سلام، واحدة كمان. ما عندي حديد، ايش سويت؟ بس اهم شيء لا يكون خربت الدنيا من جوا. ايوه فتحنا دحين هذه كذا، اتقفلنا على نفسنا نحن، يا سلام يا سلام علي. طيب هذه كيف اشيلها؟ لازم افكها وارجع احطها. طيب ما استفدنا من ال خلي شوية، خلي يبالي فضيلة دعين. طيب خلي نروح نجيب، عندي اكسجين، عندي موية، في سيليكون حفاة، اقدر ابني من هذول شيء. يبغى ايس، اثنين ايس ومغنيزيوم، اثنين ايس ومغنيزيوم، ايس مليان برا بالهكي بالهكي بالهكي. شوف هنا ايس، اظن احنا نحتاج شوية اكسجين زيادة. اوه اوه ايش ايش فتحنا؟ دبل بيت، سرير سرير. لما تاخذ تطلع برا جيب معاك القرنبع كلها، ولو في حديد جيب عشان تقدر تسوي شنط كثيرة. طيب خلينا نفتح، نطلع كذا. ايوه حلو، هذا بعدين نبغى. اوه هذا الابجريد يخليني اقدر اشيل اشياء اكثر، 60 حاجة وحاجة. لازم هذا نفتحها هنا، خليه استنى شوية، خلي افتح، انت سوي بس اللي حقة الاكسجين سويها. تقدر واحدة ثانية ولا ما تقدر؟ ما اقدر. هنا
والله واحد مغنيسيوم بس، واحد مغنيسيوم ما عليه. لا مغنيسيوم اكيد نحصل هنا، اكيد نحصل هنا. ايوه ممتاز ممتاز. واحد ثاني مغنيسيوم هنا، طيب حلو. نقدر نسوي كمان واحدة ثانية. خلاص مسختها صح، مسختها. اوكي خليني اجيب شيء يدي اكسجين. هذا 150 اكسجين، هذا 200، في اكثر منه، في 400، في شيء. هذا 300 300 300 400. هذا البيضة اوه تدي 400. لو جبنا اثنين ايش بينا؟ طيب هذه 400، الثانية هذا 150، 300 صح. انا اخذ 300. شوف كيف يطلع الزرع، شوف كيف يطلع الزرع، شيء خطير. نبغى بس الاكل، الاكل ما فكيناها حقت الاكل. طيب كل الصناديق هذا حشيلها ان شاء الله، كلها حشيلها، ما عندي الا واحد فبرك. اوه طيب ما اقدر اسوي في 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 في, في كوبالت. لا ما فيش، نسوي حقت كوبالت، واحد كوبالت وحط اسكلي بس حق الطاقه. ابا كوبالت. المكان اللي حوالينا نظفناه بصراحه، مره نظفناه وبقوه، لكن يستاهل يستاهل. سيليكون نحن ما دام خرجنا هنجيب العيد. طيب هنا حلو. كوبلت فين كوبلت؟ ابغى الكوبلت، ما في، ما حصلنا كوبلت. والله هناك في سفينه بروح اكتشفها، يبغالي اطلع هناك. هذه قريبه السفينه اللي عندي، كان المفروض اني اكتشفها قبل غيرها. طيب هذه ايش يبغالي؟ يبغالي مغنيسيوم الومنيوم، عندي اظن مغنيسيوم. نحصل المغنيسيوم في الطريق او هنا، اذا ما حصلنا في الطريق هنضطر اننا شوف هنا في مغنيسيوم. ارمي تيتانيوم، ارمي تيتانيوم، وخذ المغنيسيوم اللي هنا. ايوه نسيت شيء، التانك الاكسجين رقم 3 فتح معانا، لازم نسوي، لابد نسوي هذا اول شيء قبل ما نفكر في اي شيء ثاني. نسيت، المشكله زي كذا اللعبه فيها ألف حاجه وحاجه. فين الاكسجين التانك 3؟ طيب يحتاج الومنيوم، يحتاج الومنيوم، ممتاز. عندي الومنيوم هنا، عندي الومنيوم، ويحتاج خلي احط التلج، ويحتاج حقة الاكسجين تانك 2. حلو، اديني تانك 3 يا حبيبي، اديني. كنا 200 كم حيصير؟ يا 280 اكسجين، يا سلام، ابجريد محترم محترم. طيب هنا ايش باقي لي؟ باقي لي الومنيوم، ناخذ الومنيوم ومغنيسيوم ونسوي ساتلايت. قديش كبروا عشان الطاقة ما يقعد يرجن كل شوي يقول لي طاقة غلقت. شوف الكهرباء كيف، والله عبينا كهرباء بصراحة، افترينا. شوف الكهرباء، هذه شاشة الكهرباء كم تعطينا الكهرباء، نطلع 85 و43. اوه خوش، حلو حلو حلو. طيب ايش نبغى نسوي نحن؟ قلنا مغنيسيوم، ادينا مغنيسيوم وتلج، مغنيسيوم وتلج، وحنسوي لكم واحدة حقت اكسجين. يعني نحن ما نقدر نعيش بدون كوكب اكسجين صح؟ ما نقدر. معليش معليش، والله شوف قام 31,000 التي اي اللي فوق على اليمين، شايفين 31,000 شغال اكسجين، وشغل شغل شغل كثير. طيب ايش باقي؟ خلينا ننزل 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 المويه، اشرب المويه، هذا اشربه. طيب الاكل هذا ترى مهم، يبغالنا والله شويه نسوي. هنا ما عندك شيء، نزل نزل يا حبيبي نزل، خلي الاكسجين يلا. بصراحة كنت بكتشف المكان البعيد، خلينا نروح المكان اللي هناك قريب مننا، أكيد في أشياء ثانية نحصلها حق طاقة. أهم شيء زي ما قلت لكم أنا قاعد أسجل حلقات، والله ما أبغى أطول زي ما قلت لكم عشان لا تصير مشاكل في الأبلود والتسجيل، عشان لا تطفشوا أنتوا كمان. شوف مكان بعيد فوق، لا تاخذ شيء لا تاخذ شيء، حديد خذ حديد عشان ايش؟ نبني فوق. سيليكون، والله سيليكون وتيتاني، ما اقدر اقول ما اقدر ما اقدر اني ما اخذ حديد. حديد يلا، الليل والله قام يجي، قام يجي الليل. فوق
فوق نوصح اكسجيننا معانا. حديد ما حنقدر نقول الحديد، لا معليش المشكلة انا ما احب الليل صار ما كان كذا في الديمو، الليل ما كان يغمقنا زي كذا، ما كان يغمق زي كذا. يلا وصلنا وصلنا فوق وصلنا وصلنا. ايش هذا؟ حديد حديد حديد. اوه 280. لا يلا بسرعة اوصل فوق عشان نقدر نبني لنا قاعدة. ما ابغى استخدم الاكسجين اللي عندي. اوه ايش في هنا؟ اوه معلش خليكم شوية خليكم شوية، بس ابغى فوق اوصل فوق عشان ابني قاعدة، وبعدين وانا نازل اذا في شيء اقدر اخذه معايا اخذناه. وشكلها والله المكان المركبة هذه مليانة، اتذكر المرة اللي فاتت كانت مليانة. جانا الليل جانا الليل، انا ماني عارف لو سويت سرير كيف معلقة كذا، يعني معلقة في الهواء، معلقة معلقة. اوه تيتانيوم، ما في تيتانيوم تيتانيوم تيتانيوم. لا 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 اشرب اشرب خذ. والله ما كنت بستخدمها، بس ايش اسوي ايش اسوي، خلوني استخدمها وانا ماني شايف في الليل. دحين ولعت اللمبة، ابغى التيتانيوم وابغى الحديد برضو فيه. طيب يلا سوي البيت حقنا ونعبي الاكسجين هنا، واذا ونحط صندوق ونحط صندوق. الشاشات هذه والله ما شغلتها، شاشات يبغى لي احطها. طيب حط هذا بس عندك. يعني اذا طب اغليزيوم فيه هنا. طيب ماني شايف ماني شايف في الظلام هذا. المركب هذه كيف نخش لها؟ كيف نخش لها من هنا؟ فاكر والله زمان اتذكر جيتها من اول. في شيء هنا. طيب حلو حلو، هنا في شيء. حتى الكوكب صار مخيف، الكوكب صار مخيف. يا سلام ايش في؟ ايوه فبرك فبرك اقدر اسوي. والله كنت استناه اللي شوف عشان لا تلخبط، اللي خلاص غلقنا منه الصندوق نشيله عشان لو نجي بعدين. هذه ايش الاشياء هذه؟ تنفع ما تنفع؟ هنا هذا الحبال. اوه هذا شيل شيل ابوه. ها يا سلام، هذا اذا فكيته افكه عشان اقدر اتلحم هناك. شوف ايش اخذت الاشياء حقته اقدر اسوي هناك. هذه فيها مايكروشيب، فيها بلو برنت. والله ضاعت علي بلو برنتات هناك، انا زعلان عليها، بس يمكن نحصلها بعدين نجي ندور. طيب طيب خش هنا ايش نكتشف هنا في شيء. شوف ابغى الصناديق الكبيرة هذه، متى تنفتح لي؟ اظن تنفتح لي بدل الصناديق الصغيرة. ايوه حلو، مغنيسيوم. ايوه 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 يا أيوة. أيوة سلام. وشيل الصندوق عشان ما يقعد لي، عشان ما يقعد لي، عشان اعرف بعدين ايش الشيء اللي اخذته واللي ما اخذته. ما جاء فقعد افتح الصناديق مرة ثانية. حلو كبيتش كبيتش. اما ايوه والله هنا مليان مليان. هذا كم؟ فابريك فابريك يا حبيبي. ما تخلي ما تخلي. طيب خلي هنا ناخذ الاكل. شوف زي كذا ما اقدر اشيل الصناديق. اوه اوه معليش معليش، والله الاكسجين حيغلق. فابريك نفبرك اهله. طيب هذه سيد. اح اح في اشياء بتطيح كل ال. واشرب المويه وخذ وخذ ايه وخذ النبته. يلا طيب انا ما اقدر اشيل هذيك الاشياء. ما اقدر اشيل ما اقدر، هذه ما اقدر افكفكها. ايش بيصير برا؟ وفتحنا حقة الاكل، ناخذ هذا الاشياء الصغيرة هذه ناخذها، لازم ناخذها. معليش حرميك يا حديد. يقول لك this morning مدري ايش، هذه عمل فضيلكم. انا فضيلكم لازم نرجع نكتشف ايش هذا الشيء. اوه كلير فيوجن رياكشن، ايش هذا الشيء؟
كونتينر. طيب يتكسر؟ ما يتكسر. اقول لك خلينا نرجع لانه الدنيا هنا. واو والله في اشياء مره كثير، مره في اشياء كثير. اوه اللوي هذا ما اقدر اتركه، ما اقدر اتركه. معليش معليش يا حديد. طيب نمشي نمشي، نرجع 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 لك يا، نرجع للمكان هذا، نرجع له نرجع. ما فضيناه، ما انتهينا منه، لحد نرجع له. طيب اه ايش المشكله؟ المشكله لا يمديني، صدق يمديني يمديني. اه اكسجين. طيب يمدينا ننزل للمكوك اللي تحت هناك، ولا حنتورط، ولا نبني لنا احسن شيء حقت كرافتنج ستيشن. تعال اقول لك، اقول لك لا تسوي بطوله، لا نحتاج ان نسوي بطوله. خش جوا هنا وسوي حقت كرافتنج، وحط لنا اثنين كوبالت، اثنين كوبالت حبيبي. فين راح؟ الى في واحد، وهنا في واحد، هذا دوب جاي من السماء، طازه كوبل طازه حار. شوف حتى ماني قادر امسكه. شوفوا، بعدين اسوي حقه اكسجين. ممتاز ممتاز. طيب ايش في شيء ثاني؟ والله ما اكتشفنا المكان هذا زي الناس، ما اكتشفنا مغنيزيوم. لا اذا في سيليكون، والله السيليكون مهم. احس اني بتورط مع وفي صناديق في الطريق. اوه لازم نجي بعدين ننظف، لازم المنطقة هذه يبغى تنظيف. ما عندي ولا شيء اقدر اشيله. خلينا اتوجه على طول القاعدة حقتي، انا كنت اول بروح للمكوك الصغير اللي في جنبي. ان شاء الله شوف كيف الكوكب بس قام يصير، شوف السماء قام يصير زرقاء شوية شوية، كان اول احمر، الحين السماء ان شاء الله زرقاء باذن الله. هنا كان دحين ست لما تطيح من فوق تتعور، اول كانوا حنينين دحين صار قلبهم قاسي علينا. يا الله يا الله. يلا 47,000 دحين قربنا على 175,000، 47,000 يعني باقي لنا 100 وشويه. حنجيبه حنجيبه دحين مع السرعه شويه، مع المكاين الحفر وحقه الحراره حنجيبه باذن الله. طيب يلا وصلنا عند القاعدة حقتنا هنا قريب. نقدر نسوي، لا ما نقدر، ما نقدر. حفارة طيب ما نقدر ما نقدر. يلا خلاص خلينا بس نوصل هنا نسوي الهيتر، نسوي الهيتر. والله لو غرق المكان حقنا هذا يا حنصير ملطشة. وحيتشفوا فينا بعض الناس تشفي. طيب خليني هذه، هذا كسر انا عارف انه تفكفك ما اقدر اشيله، وهذا برضو معليش معليش معليش. خلينا نسوي الهيتر هنا، نبغى نسوي هيتر. اوه ما اقدر اسوي عشان خلينا اول شيء اسوي حق السرعه، حق السرعه هذا مره مهم. اثنين فابريك ايوه سويته، حلو يلا سويته. اركب البس والبس والبس، زود لي السرعة 15%. حلو طيب الحين ناخذ الأشياء اللي طيحناها. أنا ما جبت معايا ريديوم، كيف كيف تبغاني إيه؟ إلا والله جبت. طيب يبغالي تيتانيوم، فين التيتانيوم؟ يا كثره كان عندي يا كثره. نحط الأكل. إيش اللي فتح لنا؟ أوه هذا اللي كنت أبغاها، الصناديق هذه حرميها في الزبالة كلها، هذا اللي كنت أبغاها. طيب خليني بس أسوي الهيتر. ما اخذت التيتانيوم؟ حط الاكل وجيب التيتانيوم، حط الاكل وجيب التيتانيوم. لا الثلج هذا ما ابغى التيتانيوم. حلو خلينا نفك الهيتر هذا. ايوه خلينا نحطه. مشكلة انك تقدر تحطه في اماكن يورطك، يورطك لانه حلو ممتاز. الثاني برضه يبغى لنا الومنيوم وحديد، الومنيوم حديد عندي. فين الالمنيوم؟ عندي كثير الالمنيوم، ماني مقصر معاهم في الالمنيوم والله مقصر. يلا جيبها هنا وحطها.
حط هنا. حلو. طيب ابغى اسوي حقة الاكل مهمة جدا هذه، يبغى لنا الومنيوم وحديد وموية. الومنيوم عندي، الومنيوم ايوه وحديد وموية. فين حديد؟ ما عندي حديد. اوه يا الله على الحديد، يا الله على الحديد. إيه اللي شوف عندي حديد هنا، يا سلام. حقة الاكل نجيب لنا واحدة هنا ونزرع فيها الاكل عشان تطلع لنا باذنجان في الكوكب. ممتاز ممتاز ممتاز. كم لا يكون طولنا، لسه لسه باقي لنا وقت. نحن كم السماء؟ 30%. حلو، سماء زرقاء 80%. اوكي خلينا ايش الخطوة الثانية نبغى نسويها؟ ما نقدر من الدريلات من هذه نقدر نبني شيء. الشاشات انفتحت لنا. طيب هذه يبغى لها، شوفوا يبغى لها حديد، بس هذه تقعد يعني تخزن. دريل رقم 3. اثنين الومنيوم عندي، اثنين ابغى اسوي الدريل هذا، ابغى اسوي الدريل هذا. يا سلام، اثنين الومنيوم. ايش يبغى؟ اثنين الومنيوم واثنين تيتانيوم واثنين حديد. حديد ما عندي لكن حجيب. وخلينا نفك الشيبمنت، خلينا نفك هذا. شوف فين الشاشه. ايوه ايوه ايوه، فك لي فك لي حبيبي فك لي. ايش؟ اوه دوبي انا مغلق واحد جان اثنين. حلو. وايش هذا؟ مايننج سبيد. انا ما سويت المايننج سبيد الاول. يبغى لي افك هذه اول شيء، يبغى لي افك هذه. طيب يبغى اثنين مغنيزيوم، اثنين مغنيزيوم. بس ابغى اسوي الدريل الكبير، ابغى اسوي الدريل الكبير. ابغى حديد، ابغى حديد يا حباني، جيبوا لي حديد. ابغى اجيب ابوكم، ابوكم دحين ححطه عندكم هنا. ممتاز. مغنيزيوم مهم عشان نسوي عشان نسوي الاشياء هذيك، لازم مغنيزيوم. كوبالت. الو، ما نبغى نروح من بعد بعيد. ما في حديد هنا قريب؟ ايوه هنا حديده. ايوه ايوه ايوه, أيوه. لا تيتانيوم، هذا تيتانيوم، تيتانيوم. حديد يا حديد، ما نبغى نبعد، ما نبغى نبعد، ما نبغى نبعد. سيليكون ما نقول لا. شوف الحديد كيف ماني محصله. خلاص خلي حديد الباقي، حديد حديد. فينك يا حديد؟ حرام عليك كذا العذاب، تعذبني يا اقعد ادور عليك. لا 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 لا, لا ما يصير. ايوه هنا في حديد، رحنا اخر. يلا رجعنا 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 رجعنا. دحين السرعة حقتنا زادت 15%، حنزود سرعتنا ان شاء الله ونصير احسن واحسن واحسن. ممتاز. هنا نرجع فوق ونبني الدريل الثالث الكبير. هذا حيجيب لنا ضغط في الكوكب، يخلي السماء تزرق على طول. ما ادري ايش بها السماء، زعلان علينا. يلا حط الدريل الكبير هنا. جبت ابوكم، جبت ابوكم، جبت ابوكم. يا سلام، شوف كيف. والله هذا حيحفر لو بالارض تحفير. يا سلام، شوف كيف العداد اصلا حق الضغط الحين. طيب خلينا نروح نسوي الاكسوسكيلتون عشان نقدر نشيل زياده، هذا مهم جدا. هذا شوف عشان نقدر نشيل زياده. باقي لي الومنيوم، شفتوا الومنيوم مهم. قلت لكم الالومنيوم اذا شفتوه لا اي شوفوا اخذه ولا تتردد فيه. طيب ايش اللي حيصير؟ حيقربع لي الدنيا شويه. لازم هذا الحين، هذا اداني الصف الثاني، هذا حيطيح الصف انا عارف. طيح طيح طيح. نسوي هذا بعدين نحطه يزود لي صفين حتى. والله كيف؟ ايوه كذا كذا، ايوه صفين. نرجع هذا كذا وناخذ الاشياء اللي طاحت، نزود السرعة، نزود الاكسجين تانك. طيب الشنطة تي ثري. اوه موية 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 موية، ابغى موية. سوي موية هنا، سوي موية، حيموت. لا تموت علينا، لا تموت علينا. طيب جبنا التانك 3، الشنطة 3، هذا 2، هذا 1. نبغى نسوي 2. اوه شوفوا الالوي هذه والله خطيرة. فابريك عندنا، فابريك الالوي عندنا. لحظة لحظة نشوف، عندنا واحدة، عندنا واحدة بس، عندنا واحدة. اوكي طيب، حتى والله هذه ماني قادر اسويها عشان ما عندي حديد،
ما عندي حديد. طيب خلي هذه بعدين نسويها. طيب انا ايش اللي عندي؟ عندي انه تورش ودستركشن ومايكرو. حقه المايننج فين؟ حقه المايننج هذه كومبس حق المايننج سبيد 2 1. انا 1 ما هي عندي. يبغاني مغنيسيوم والومنيوم. في الومنيوم يا حباني؟ اذا في الومنيوم سوينا هذا الحين. ما في حنقعد ندق مشوار. شفتوا الومنيوم ما في، هذا هو الخوف. طب خلينا نسوي اشياء من حق الاكسجين ولا من حق الحراره. هذا يبغى له حديد، يبغى حديد. ما فيش، ما في يا احباب، ما في، ما في. خلاص فكفك، حط حط هنا الاشياء. الاكل خلينا نزود الاكل هنا. والله عندي اثنين. استنى هذا ايش يبغى له؟ قلنا يبغى له اثنين. الا اللي عندي ايش بحبيبي؟ ايش بك انت؟ ما انتبهت. والله لو يدري علي احد المتابعين كان يقول لي قدامك وما انت شايف. فين راحت؟ ايوه ايوه. وفبرك، وهنا الفبرك الثاني، وهنا الفبرك الثالث. يا سلام يا سلام، حلو. يبغى لي بس افك الرجل حقي عشان يسوي له ابجريد من عنده. يا سلام، صار سرعتنا 30%. لعبة رهيبة بصراحة، ابدعوا ابدعوا بصراحة. خليني بس انزل اشياء هنا في تلج. تلج ما في تلج عشان نسوي موية واكسجين ونروح نضرب صراحة خط. ايوه ويلا ممتاز ممتاز. كم السماء الزرقاء صارت عندنا؟ 40%. 40% يكفينا كذا؟ يكفينا؟ طيب يكفينا. شوف والله السماء قامت. هذا يلا اعزائي المتابعين، نشوفكم في الحلقة القادمة ان شاء الله، وفي أمان الله.